الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم واستفتاءاتكم ليجيب عليها أصحاب الفضيلة والسماحة المشايخ. يسرنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا الشيخ سامي الساعدي، أمين عام مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء الليبية. أرحب بكم شيخ سامي. مرحبا دكتور فوزي، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أذكركم إخواننا بأرقام الهواتف البرنامج، وهي كالتالي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا أيها الأفاضل التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك. لكن قبل البدء في استقبال اتصالاتكم أيها الأفاضل، نود الحديث مع فضيلة الشيخ سامي الساعدي على موضوع له ارتباط وثيق بالواقع الليبي المعاش، نريد الحديث عنه من وجهة نظر الشريعة. هذا الموضوع هو موضوع الأمانة من حيث معناها ومن حيث حكمها وأثر تضييعها وخيانتها على الواقع العملي. شيخ سامي، بداية أجدد الترحيب بك. موضوع الأمانة هو من الأهمية بمكان في هذا الواقع المعاش الآن. قبل أن نتحدث عن علاقة الأمانة بواقعنا وعلاقة تضييعها على واقعنا العملي، أود منكم بداية أن تعرفوا لنا الأمانة بالمنظور الشرعي أو بالمعنى الشرعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييك دكتور فوزي وأحيي كل المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد اخترتم موضوعا لهذه الحلقة يعتبر قطبا من أقطاب الدين، وكما حصل للأسف لكثير من المفهومات الشرعية من التحجيم والتضييق في معناها في أذهان كثير من المسلمين اليوم، كما حجم مفهوم الدين وحجم مفهوم العبادة ومفهومات ومصطلحات أخرى كثيرة ومهمة جدا. فمصطلح الأمانة ليس ببعيد عن ذلك. ولهذا إذا أردنا أن نعرف الأمانة سواء من الناحية اللغوية والاشتقاقية أو من ناحية اصطلاح الشرع، فإننا نجد سعة في هذا المعنى، لأن الأمانة مشتقة من الأمن، وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف. والأمانة بمعناها الاصطلاحي الشرعي الواسع العام
هو كل ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا يطلب من الناس ويطلب من المسلمين أن يؤدوا هذه الأمانة، أن يوصلوها. لأن الأداء هو معناه في الأصل هو الإيصال. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن توصلوها إلى أصحابها المستحقين لها، وجمهور أهل العلم من المفسرين على أن الأمانة المذكورة في القرآن في قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جمهور المفسرين على أن الأمانة هنا هي سائر التكاليف الشرعية وليست مخصوصة بتكليف أو تكليفين أو ثلاثة كالصلاة أو الصوم أو الاغتسال والطهارة أو رد الودائع كما نقل عن بعض السلف. وهذه النقول كما هو معلوم لأهل الاختصاص لا تناقض التفسير العام، لأن كثيرا من السلف من الصحابة فمن بعدهم كثيرا ما يجنحون إلى تفسير الشيء ببعض أفراده أو ببعض أمثلته. نعم. فعندما يسأل عن الأمانة بعض السلف ويريد أن ينبه السائل على أهمية نوع من أنواع هذه الأمانة، فإذا أراد أن ينبه على أهمية الصلاة والمحافظة عليها فإنه يقول له الصلاة أمانة مثلا، أو الأمانة هي الصلاة. نعم. تنبيها على يعني تذكيرا للسائل وتنبيها له ربما غفل أو لاحظ منه غفلة أو تهاونا عن ذلك، ولكن هذا لا يناقض المعنى العام. فكل ما كلف الله سبحانه وتعالى به عباده فهو داخل في مفهوم الأمانة. ولهذا الشكر أمانة، ولهذا إذا قلنا إن النعمة التي أنعم الله بها علينا النعم الكثيرة هي أمانة بين أيدينا، الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا لينظر وليبتلينا ويختبرنا هل نصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى فنكون مؤدين للأمانة قائمين بحقها، أم نصرفها فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى والعياذ بالله فنكون قد أضعنا هذه الأمانة. نعم شيخ سامي، أفهم من كلامك نعم جزاكم الله خير، أفهم من كلامك أن الأمانة أوسع وأشمل مما هو في أذهان الناس الآن، أنها خاصة بالأموال والودائع. البعض يفهم من كلمة الأمانة أو تضيع الأمانة على أن الإنسان إذا أعطى لغيره مالا ليحفظه له ثم خانه هنا فقط الأمانة، يعني كما أفهم من كلامك أن الأمانة أوسع من ذلك، أليس كذلك؟ نعم نعم، هذا كما قلنا ما عليه جمهور أهل العلم من المفسرين خاصة أن الأمانة هي المعنى العام هو كل التكاليف الشرعية. نعم. فيدخل فيها أداء الحقوق المتعلقة في جانب الله تبارك وتعالى أو في جانب العباد. نعم. أداء حقوق الله وحقوق عباده، من أدى حقوق الله وحقوق عباده فهو المؤدي للأمانة بمعناها الشرعي العام الواسع. نعم. وإن كان معناها الاصطلاحي الضيق وهو من أهم مظاهرها هو حفظ الودائع، وإذا استأمنك رجل أو شخص على مال أو على متاع أن تحفظه له ثم يريد أن يأتيك بعد مدة ليستلمه ويسترده فإنه يحرم أن تجحده هذه الوديعة أو الأمانة. نعم. هذا نوع خاص من أداء الأمانات وليس هو المعنى العام الشامل. نعم شيخ، طيب الآن هناك أيضا جانب مهم في الحديث عن خصلة الأمانة، هي علاقة الأمانة بالإيمان، هل ثمة علاقة بين الأمانة كخصلة أو قيمة أخلاقية بالإيمان الذي هو الركيزة المهمة في هذا الدين؟ وأول ما يلحظه الإنسان في ذلك هو أن مصدر الاشتقاق اللغوي للكلمتين وللمصطلحين واحد، الإيمان والأمانة كلاهما مشتق من الأمن،
وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحصل على الأمن النفسي والأمن الروحي إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله عندما قال: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله تبارك وتعالى، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بقضائه وقدره، بقدره وقضائه ومعانقة الصبر إلى لقائه. فالإنسان لا يمكن أن يأمن يشعر بالأمن والنفسي والاستقرار القلبي إلا إذا كان إيمانه بالله تبارك وتعالى قويا وراسخا. وكذلك الأمانة إذا ضيعت بين الناس وحلت محلها محلها ضدها وهي الخيانة، فإن الأمن يرتفع من المجتمع ويرتفع من الجماعة الذين يعيشون يعني بعضهم مع بعض. إذا انتشر الغدر وانتشرت الخيانة وانعدم الوفاء بالعهود وانتشر الخداع والكذب والزور، فإن الأمن يرتفع. ولهذا نجد أن هذه الكلمات الثلاث هي كأنها مثلة واحد يرجع بعضه إلى بعض: الأمن والإيمان والأمانة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما جاء في مسند أحمد من حديث أنس قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا ترهيب مخيف، أن الإيمان والأمانة قرناء. إذا انعدمت الأمانة في الإنسان فإنه مهدد بزوال إيمانه، ولا شك أن إيمانه منقوص ومخدوش إذا كان مضيعا للأمانة، سواء في حقوق الله تبارك وتعالى أو في حقوق العباد. وقد حدثنا حذيفة رضي الله عنهما، حذيفة بن اليمان الصحابي الذي كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، فكان من أعلم الناس بأمور الفتن واختلال الأحوال، خاصة عند بعد العهد عن زمن النبوة. حدثنا فقال كما في صحيح البخاري وغيره، يقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، ثم ذكر الحديث الثاني وهو الذي يعنينا في هذا المقام. قال: ثم حدثنا أي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني أثرها يظل مثل الأثر، اللون الخفيف في اللون المخالف، يعني أثر بسيط يبقى في قلب الرجل. وذكر أنه يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، وتقل الأمانة في الناس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يصبح الرجل المؤدي للأمانة يشار إليه بالأصابع لقلته في الناس، وحتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان والعياذ بالله. فالأمن يعني الإيمان والأمانة يعني مرتبطان ارتباطا وثيقا، سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية الشرعية، كما في هذا الحديث الذي رهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر المسلمين من ضياع الأمانة، لأن ضياعها يوشك أن يذهب بالإيمان. نعم، طيب جزاك الله خير الشيخ سامي. الآن بالمقابل، الحديث المعروف والمتداول المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تعداده لخصال النفاق، وهو الحديث الذي هو في كريم علمكم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بداية يعني ضد الإيمان النفاق، ما تعريف النفاق بوجه عام، يعني ليس بالمعنى الأكاديمي وإنما بمعنى المتيسر لكافة المشاهدين؟ طبعا يعني النفاق مرض عضال حذر منه الله تبارك وتعالى أيما تحذير. ويكفي أننا إذا افتتحنا
سورة عظيمة وهي السورة التي بعد الفاتحة سورة البقرة، نجد في بدايتها أن الله تبارك وتعالى ذكر المؤمنين في 5 آيات، ثم ذكر الكفار في 2، ثم ذكر المنافقين في حوالي 13 آية. الله أكبر. نعم. ولأن العدو الواضح والكافر يعني هذا أمره في النهاية أهون من الذي يندس في صفوف المؤمنين ويظهر لهم أنه معهم ويحلف بالله جهد أيمانه أنه معهم وأنه مخلص وأنه يصلي وأنه حريص على الدين، وهو يعني يكيد لهذا الدين من داخل صفه. هذا أخطر، ولهذا كان التحذير كثيرا. نزلت سورة اسمها سورة المنافقون وهي أطول من سورة الكافرون من حيث الطول، وكذلك ليفتش الإنسان في خبايا نفسه وفؤاده عن هذا المرض وأعراضه حتى ينجو منه، لأنه النفاق والعياذ بالله نقيض الإيمان. وكما هو معلوم، لا أريد أن أدخل في التقسيمات الأكاديمية كما تفضلت يا دكتور، ولكن يعني هناك النفاق الأكبر الذي هو يعني إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله، وهناك النفاق الأصغر وخيانة الأمانة وتضييعها، هذا مظهر من مظاهر النفاق الأصغر والعياذ بالله. وعندما نقول الأصغر إنما هو أمر نسبي ليس تهوينا من شأنه، ولكن هو في مقابلة الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله هو أصغر منه، ولكنه يعني كثير من مظاهره هي من أكبر الكبائر، ومنها تضييع الأمانات. فهو يعني خصلة مذمومة من أبرز خصال المنافقين. جاءت في هذا الحديث حديث أبي هريرة 3 خصال للمنافق، منها إذا اؤتمن خان، وجاء في حديث عبد الله بن عمر الخصال 4، منها أنه إذا اؤتمن خان أيضا. فإذا قلنا إن الإيمان يعني من يعني الأمانة جزء من الإيمان ومقترنة به، ففي المقابل الخيانة وهي ضد الأمانة مقترنة ومرتبطة بالنفاق والعياذ بالله. فلينظر كل منا أين هو في هذه الخصلة، يعني قبل أن يعني يقيم الناس وقبل أن ينظر في الآخرين يلتفت إلى داخله ويعمل على تطهير قلبه من أدران هذا المرض الذي هو النفاق، والذي هو من أجل مظاهره وأبرزها هو الخيانة والعياذ بالله. الخيانة والغدر ونقض العهود هذه كلها يعني تضاد الأمانة، تضاد أداء الأمانة. وأهمية الوفاء بالعهد والمحافظة عليه يعني حتى بين المسلمين وغيرهم، يعني لأنه إذا انقطع هذا الحبل وهو الوفاء بالعهود فإنه يعني تضطرب أحوال الحياة في كل المجتمعات. يعني المسلمون كمجتمع أو كدولة أو كأمة يحتاجون إلى تواصل مع غيرهم من أتباع الملل الأخرى، ومن وسائل هذا التواصل ومن أواصره هو أن يكون هناك اتفاق يعني عالمي إذا صح التعبير بين المسلمين وغير المسلمين. الكل يجب أن يحترم العهود، ولهذا جاء التحذير والوعيد من نقض العهود، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني فضيحة على رؤوس الأشهاد. وهذا الغدر يعني المقصود به يعني بين المسلمين والكفار، وإن كان بين المسلمين بعضهم البعض فهذا أشد وأدهى وأمر كما يقال، ولكن الكفار إذا أبرم معهم عهد فيجب الوفاء به، ونقضه مظهر من مظاهر الخيانة والتي هي علامة من علامات النفاق. طيب شيخ سامي جزاك الله خيرا، نستأذنك بس نأخذ بعض الاتصالات ثم إن شاء الله إذا بقي وقت نكمل بقية محاور هذا الموضوع. الأخ عبد الفتاح من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الفتاح. حي الشيخ فوزي وحي الشيخ سامي السعدي، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج الطيب. ونحيي إذاعة التناصح والعاملين بها ومن وراء الكواليس. بارك الله فيك. وعلى آله وصحبه ومن عمان وله. نعم. أنتم تتكلمون عن الأمانة، والأمانة متعددة. نعم. فاليوم ومن
وتكلمنا على هذا الموضوع عدة مرات، ولكن لا حياة لمن دون السيارات التي تجوب الشوارع من غير لوحات معدنية ومعتمة، وهي سبب البلاء في ليبيا، والله هي سبب الاختطاف وسبب المشاكل وسبب القتل. وهذه أمانة في يد الثورة، لأننا قمنا بثورة لننال الحرية، قمنا بثورة لنحكم شرع الله، لم نقم بثورة ليخرج هؤلاء المجرمون يفعلون في الأرض فسادا. نعم نعم. الشيء الثاني أستاذ فوزي، نعم، نرى الأجانب لما تمر جنازة، نعم، يقف لها استعداد ويعطيها تحية سلام وينزع القبعة. نحن حرقنا الموتى، نحن خرجنا الموتى من قبورهم، نحن عملنا لقاءات صحفية مع الموتى. نعم. وبالتالي أمس رأيت منظرا مقذرا والله العظيم، أمس مساء في شهر 24 ديسمبر علم مربوط، يعني علم رابطين من هنا ومن هنا وعاملين الرجوحة ويستهزئون به، وبالتالي من أمن العقوبة أساء الأدب. فيجب على الثوار أن يضربوا على هؤلاء المجرمين بيد من حديد، لأن الأمور يا شيخ فوزي يا شيخ سامي السعدي من سيء إلى أسوأ. ولما يتكلم الآخرون يقولون هذه 17 فبراير، 17 فبراير لم تأتي بهذه النماذج، النماذج هذه خرجت يعني ملتفة ومقززة 17 فبراير. فأرجو من الثوار أن بارك الله فيك، شكرا شيخ فوزي، بارك الله فيك، شكرا، أرجو أن تكون لا بأس، أرجو أن تكون رسالتك وصلت إن شاء الله، الله المستعان. الأخت أم أحمد بن غريان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت أم أحمد. حياكم الله مشايخ الفضلاء. الله يحييك أختي. عندك سؤال؟ نعم. موضوعكم الأسئلة جاء في وقته يعني تماما. الأمانة إذا وسد الأمر لغير أهله يعني فاعتذروا الساعة. فيعني تماما ليبيا وسد الأمر لغير أهله تماما فيها، يعني من السراج إلى حفتر إلى غيره، كل من هو بعيد تماما عن الأمانة هو من يتولى المناصب ويتولى زواجها ويسلموا في الليبيين رقابهم وثرواتهم ومستقبلهم، يعني يتم الخائن الواضح الخيانة وهو هذا اللي يتمنوه. نعم. يعني العجب العجاب هذاي. نعم. حاجة واحدة نبي معلش الشيخ يعلق عليها، إن هذه كلها يعني التجارب اللي مرت بها المنطقة الغربية، إن ما فيش مدينة واحدة بس تنفرد بالقرار على المنطقة الغربية، إن لازم يعني إذا جاء مثلا مجلس بلدي خائن أو غيره فيضرب المنطقة الغربية كلها مع بعضها. فعلش ما يكونش المجالس العسكرية كلها في كل المناطق تتوحد في أو يديروا مجلس أعلى ليهم وياخذوا قرار الإجماع بينهم، وكل مدينة ملزمة إنها تنفذ يعني القرارات هذه، يعني يستمر خط فبراير. نعم. هم حاولوا كل الفترة هذه إن يشددوه ويفرقوها لبعضها. بارك الله فيك أخت محمد. هذه واحدة من الحاجات اللي ممكن الجماعة وتاخذوا قرار. بارك الله فيك أخت محمد، شكرا. هذه حاجة. بعدين معلش لو سمحتوا لي، الأمانة نتاع المداخل أيضا، يعني كل الأمانة نتاعهم فقط في إنهم يطيعوا ولي الأمر بكل أخطائه. طيب أخت أحمد، طيب أخت أحمد أسعدك وصلت، بارك الله فيك، معلش حتى نتيح الفرصة للآخرين، شكرا على المشاركة. الأخ محمد من وين؟ الأخ محمد من ترهونة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد. أهلا وسهلا بك شيخ فوزي، وأنا وسام الشيخ سامي، نتمنى نحبكم يعني يبارك فيكم. بارك الله فيك أخي الكريم، تفضل عندك سؤال. شيخ عندنا سؤالين بالله لو سمحت. نعم تفضل. السؤال الأول شيخ، أنا خطيب في مدينتي وشيخ يعني أتمنى دائما أنني نتكلم عليها الظلم الذي نراه من نبش قبور ومن حرق جثث شيخ، ولكن ومن ظلم الطاغية الجديد هذا حفتر، ولكن أنا أعلم واقع الناس يا شيخ والناس الذين يعني بالمسجد، لو تكلمت عن هذا ربما يعني لخرجوا من المسجد، ربما يعني يتهجموا علي. فأريد نصيحة من الشيخ، هل أتكلم عن هذا وحتى وإن كانت ردة فعل الناس سيئة أو أترك الخطابة بما أنني لا أستطيع أن أتكلم عن الظلم يا شيخ؟ طيب إن شاء الله. السؤال الأول. نعم يجيبك شيخ. نعم. والسؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للمداخل عندما نناقشهم ونقول بأنه ليس من السلف أحد على طريقتكم هذه وعلى فعلكم، يحتجون بقول الإمام مالك بأن مالكا قال شهدت 70 يقولون قال الله وقال الرسول ولم آخذ شيئا منهم. نعم. يعني يعني ما وجه استدلالهم هذا؟ هل هو صحيح؟ هل هو يعني نعم. طيب إن شاء الله يجيب الشيخ بإذن الله. طيب من معي؟ الأخ عبد الله منين؟ من؟
الاخ عبد الله من جنوب لو تسمعني من سماعه الهاتف لو سمحت. تفضل اخ عبد الله. مرحبا. مرحبا بك يا اخي تفضل. الو. مرحبا بك اخ عبد الله تفضل. دكتور فوزي. مرحبا اهلا وسهلا بك. شكرا يا دكتور فوزي خير. الله يبارك. اولا يا مثل الشيخ. نعم. اول الحكم امانه ولا لا؟ الحكم امانه ام لا؟ الحكم على البلد او النظام هي امانه ولا لا؟ الحكم على الحاجه الاخرى. عفوا. الحكم. نعم. نعم. الحكم على ما؟ الحكم في الحكم البلد او النظام هو امانه ولا لا؟ طيب. هذا جانب. نعم. الجانب الاخر اذا كان انا امانه. نعم. نحن الان نستودع البلد والحكم وتم اعطاه للعابثين والمجرمين لنهب الخيرات ونهب الارصده، هذا شنو نقول فيه؟ الجانب الاخر تسليم البلد للنصارى واليهود لنهب خيراتها والعبث فيها، هذا هل هذه امانه واعطاها للغير؟ طيب وشكرا. طيب شكرا يا اخ محمد. اخ عبد الله. الاخ محمد غازي تفضل. اخ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخ محمد تفضل. والله ما شاء الله. أخ محمد يبدو أن انقطع الاتصال بالأخ محمد. نعم نعم. من معي؟ الشيخ صلاح المهلش. طبعا قبل ما نسأل نبي ندير مقدمة بسيطة على موضوع الحلقة بتاع الأمانة. نعم. في مثل يقول لك اذا كان كبير العائله طبال فلا تلومن السرار على الرقص. نحن في بلاد ايوه. اخ محمد. اخ محمد يبدو ان انقطع الاتصال. في اتصال اخر. في اتصال اخر. لكن الموضوع اللي بنسال عليه الشيخ بعيد عن الامانه شويه، اللي هو في القضيه اللي سايره تو قضيه حفتر اعوذ بالله منه وسائر في بنغازي. طبعا نبي نسال الشيخ سؤالين، السؤال الاول ان شو الفرق بين اللي قاتل مع حفتر وركن اساسي في عمليه الكرامه، وش الفرق بين اللي بيأيد فيه بالقلب بس يبي حفتر ينصر وما شارك في شيء وقاعد في حوشه وما دارش حتى حاجه، نبي الفرق بين الحاجتين هذين. طيب. ونبي السؤال الاخر اني في شباب واجد يقدروا يطلعوا في التلفزيون ويوضحوا الصوره ويطلعوا، لكن اولياء امورهم شادينهم خوفا على اقاربهم في بنغازي ان تصير لهم شيء من الكرامه او شيء، فما يبغونش يطلعوا في الشاشه ويبانوا في الصوره. فهل تسمع كلام بوك وتطيع الوالدين، ولا اذا كان لقيت روحك انك عندك ما تقدم في القضيه هذه واثق من نفسك عادي انك انت يعني طيب ترفض اوامر بوك وشيء كذا؟ طيب يا اخ محمد. طيب ان شاء الله تسمع الاجابه باذن الله. في سؤال اخر. طيب شيخ سامي، قبل ان نجيب على الاسئله هناك سؤال متعلق بموضوع الحلقه وهو الحقيقه سؤال عملي. ما الذي يترتب الآن؟ أنتم ذكرتم في بداية الحديث عن هذا الموضوع أن الأمانة هي من الشمول بمكان في الشريعة الإسلامية متعلقة بحفظ الأموال وحفظ الوظائف وإلى غير ذلك. الآن ما الذي يترتب عمليا على ضياع الأمانات وخيانتها، على ضياع الأمانات وخيانتها وإسناد الأمر إلى غير أهله؟ نعم، هو الإخوة المتداخلون الكرام طرحوا يعني أسئلة مهمة، وهي يفترض أننا سنأتي عليها في إن أسعفنا الوقت في إن شاء الله في هذه الحلقة. يعني نعم. طيب الموضوع الحكم الذي سأل على الحكم مثلا وكونه أمانة، هذا طبعا من أعظم الأمانات، وسنذكر الأدلة على هذا من الكتاب ومن السنة أيضا. نعم. والأخت التي ذكرت هذه المظاهر، المظاهر التي ذكرتها أو ذكرها أحد الإخوة السائلين، يعني هذه مظهر أو كلها مظاهر لغياب هذا الخلق الإسلامي الرفيع. نعم. سواء ذكر السيارات التي تخطف المجهولة الهوية أو يعني نهب المال العام، أو هذه يعني من أعطي ميزانية لمشروع لينتفع به 6 ملايين مسلم ليبي فينهب هذه الميزانية ويضعها في حسابه أو في جيب أو في جيبها ويفر بها إلى الخارج، هذا من أكبر الخونة طبعا. يعني والذي يسلم البلد إلى العدو الخارجي وإلى غير أهله
يعني إذا كان إنسان استودعك 100 دينار فجحدك للوديعة أو تضييعها أو عدم حفظها أو تسليمها لغير مالكها يعد خيانة وتضيعا للأمانة، فما بالك أيها المسؤول أيها الحاكم أيها المولى على المسلمين في بلادنا، سلمك الليبيون بلدا بأكمله وليس بلدا فقيرا، بلدا غنيا، بلدا مترامي الأطراف، بلدا يفترض أن يكون من أقوى البلدان بما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فما بالك وما ظنك إذا سلمته للعدو أو إذا نهبته أو إذا فتتته أو إذا مزقت نسيجه الاجتماعي أو إذا أثرت فيه الفتن أو إذا قتلت فيه الذين يأمرون الناس بالقسط؟ فهذا القائمون بهذه الأعمال من أكبر الخونة، وعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وسواء كانوا في هذا الطرف أو ذاك، سواء كانوا يعني من هذه المدينة أو تلك. نحن كما قلنا في أكثر من مناسبة دكتور فوزي، العدل قيمة لا تقبل المحاباة. الظلم في طرابلس هو الظلم في بنغازي، هو الظلم في ترهونة، هو الظلم في بن وليد، هو الظلم في مصراتة، هو الظلم. إذا حابينا في قيمة العدل فإنه خرج عن أن يكون عدلا. هذه المظاهر التي نراها وتعاني منها بلادنا كلها يعني أعراض لهذا المرض، وهو مرض الخيانة أو الغدر أو النقد، نكث العهود، أو بالمفهوم المقابل هو يعني ضياع الأمانة أو تضييعها. لا شك أن هذا مؤذن باختلال الأحوال، ولهذا ضياع الأمانة علامة من علامات الساعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر المسؤولين كبارا كانوا أو صغارا بموقف عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك عندما كانوا في موسم الحج، وكان الخليفة هو سليمان، وكان عمر بن عبد العزيز واليا له على المدينة قبل أن يتولى الخلافة. رأى جموع الحجيج فاستغرب من كثرتهم وازدحامهم، فسأل سليمان قال من هؤلاء؟ قال له عمر هؤلاء رعيتك اليوم يا أمير المؤمنين، وهم خصماؤك غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالمسؤول أو الوزير أو المدير أو يعني الذي ولي أمرا من أمور المسلمين في بلادنا وفي غيرها، إذا نهب الأموال وترك الناس، يعني إذا أخذ الرشوة وأدخل السلع الفاسدة التي يعني تدمر صحة الناس وحياتهم وأمنهم، إذا حاب في أو تهاون في ضبط الحدود التي هي تعتبر ثغورا بالمصطلح الشرعي، ويعتبر القائم بواجبه فيها مرابطا يحرس في سبيل الله إذا حسنت نيته، فإذا تهاون في ذلك وسمح بدخول اللصوص والعصابات والجواسيس ومهربي يعني مهربي السموم والمخدرات وغيرها من أجل عرض من الدنيا قليل، هذا يعني يا ويله من الله سبحانه وتعالى إذا لم يتب. وليعلم أن هؤلاء الملايين الذين يعيشون على أرض اسمها ليبيا سيكونون خصماءه غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه المظاهر كلها دكتور فوزي والكلام للجميع، يعني الفساد المالي، هذا النهب المال العام، والفساد السياسي، الواسطة ويعني أخذ الرشوة والمحاباة، هذه كلها مظهر من مظاهر ضياع الأمانة وغياب الإيمان من القلب، ويعني قبض الأمانة من قلوب من يقومون بهذه الأعمال الدنيئة والتي يصطلي بحرها الليبيون اليوم. نعم، جزاك الله خيرا دكتور شيخ سامي. الأخ محمد بن ترهونة يقول بأنه خطيب في مدينته، ويقول بأنه يعني يرى واقع الناس والأزمات التي يمر بها الليبيون في مدينته وفي غيرها، ويقول هو يريد أن يتحدث عن الظلم الواقع الآن في بعض المناطق خاصة المواقع في بنغازي من ما تسمى بعملية الكرامة. يقول لكنه لو تناول هذا الموضوع في خطبته فربما يقوم عليه الناس وربما يتركون المسجد. هو يقول نصيحة له، هل
يتكلم عن هذا الموضوع موضوع الظلم، أو بالمقابل يترك لأنه لا يستطيع الحقيقة لا يتكلم عن هذا الموضوع حتى لو أدى به إلى ترك هذا المنصب، منصب إمامة الناس، فهو يريد نصيحة في هذا الأمر يعني. نعم، أنصحه الأخ الكريم، أنصح الأخ الكريم ألا يترك المنبر ولا يترك الخطابة، وإن قدر أنه أو غلب على ظنه أن الناس أو أكثرهم أو أغلبهم لا يقبلون كلامه إذا صرح بدون تكنية وبدون تدرج وبدون تلطف في الخطاب، فلا يصرح، وليستعمل يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يختلف من حال إلى حال، ومن موقف إلى آخر، ومن متلقي إلى متلقي. كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، فيكني ولا يصرح بالأسماء، ولكن أحيانا يواجه المنحرف ويصرح له بذلك، عندما قال: بئس الخطيب أنت الذي قال ومن يعصيهما، فجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد، قال: أجعلتني لله ندا، بئس الخطيب أنت. فأحيانا يعني يستوجب المداراة، ويستوجب يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استقبل رجلا ويعني هش في وجهه، وكان رجلا مذكورا بالسوء، وعندما خرج من عنده واستغرب بعض الحاضرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من اتقاه الناس اتقاء فحشه. يعني وكما قال أنس رضي الله عنه: إنا لنكشر، نكشر يعني نبتسم، في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا ليس من المداهنة المحرمة، هذه اسمها المداراة، يداري الناس ليأمن ليكف شرهم، ويخاطب الناس على قدر عقولهم، ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، ويتدرج مع الأمي والكبير والشيخ الكبير والعجوز، وليصبر وليعلم أن يعني قدوتنا في ذلك هم الأنبياء. نوح عليه السلام بقي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عندما طلب للشفاعة يوم القيامة قال: اذهبوا إلى غيري، إني استعجلت فدعوت على قومي. هو دعا على قومه بعد 950 سنة، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فنحن علينا أن نصبر ونتلطف، ولا أنصح الأخ أن يترك المنبر، لأنه ربما لو تركه لجاء رجل يصرح بالشر ويلبس على الناس دينهم، ويأمرهم بأن يقفوا إلى جانب المبطلين ضد أهل الحق، كما يفعل كثير من المضللين الذين يرقون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنابر هي يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعون الناس إلى الباطل ويلبسون عليهم دينهم. ما دام هذا الأخ يعني مستبصرا وعارفا بالحق والباطل، وإن كان يعني الوسط حوله غير متقبل، فليتلطف ولا يصرح، ويتدرج في الخطاب، ويستعمل الحكمة واللين، وليربي الناس على معاني الإسلام العامة. فإن في كثير من الأحيان إذا سلطت الضوء على الحق وعرضت بالباطل تعريضا ولم تصرح، فقد يتضح للناس بهذا الأسلوب، يتضح للناس الحق من الباطل. وليس بالضرورة في كل مقام أن تذكر الأسماء، إن نعم إن سمح المقام فتذكر الأسماء كما كما أسلفت، ولكل مقام مقال. وهذه الحكمة، أن تضع كل شيء موضعه، فعليك بالصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والتدرج في الخطاب، والصبر على أذى الناس، والصبر على جهلهم وعلى جفائهم. وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يفتح عليك وأن ينفع بك من حولك من الناس. أمين. شيخ سامي جزاكم الله خير، أحسن إليكم. هو الأخ محمد أيضا يقول: بعض الشباب من اصطلح على تسمية بالمداخلة يقول بأنه أحيانا يعني يتجادلون، ويقول لهم بأنه أن لستم على شيء يعني مما كان عليه السلف، فقال يحتجون بقول مالك رحمه الله تعالى: شهدت 70 يقولون قال الله وقال الرسول، فلم يأخذ عنهم. يقول: ما مقصود الإمام مالك بهذا يعني؟
يعني للأسف هؤلاء يعني يستدلون كاستدلال أبي نواس الماجن عندما قال فلم يقل ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين والعياذ بالله، يعني كأنهم يستدلون بقول الله تعالى ويل للمصلين. الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة عبارته يعني ما زالت هناك تكملة لهذه العبارة، قال وإن شهدت 70 عند هذه الأساطين عند أعمدة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم لو استؤمن أو لو ائتمن على بيت المال لكان أمينا، وفي رواية قال يستسقى بهم يعني من صلاحهم. نعم. ولكن الحديث له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب إلى جانب الثقة والدين والورع يتطلب الحفظ والنباهة. نعم. ولهذا كثير من الرواة لم يضعفوا لطعن في دينهم أو لبدعة أو لانحراف، وإنما رد حديثهم كما يقال في بعضهم أدركته غفلة الصالحين، هو رجل صالح وعابد، ولكن فن الحديث والحفظ والتلقي والنباهة هذا يعني شيء آخر. نعم. قدر زائد مطلوب في الرواة الذين. نعم. يتلقى. نعم. عنهم الحديث. نعم. وهذه إحدى. نعم. مشاكل التيار المدخلي. نعم. دكتور فوزي لو. نعم. سمحت لي. نعم. يعني يأخذون القواعد الحديثية ويطبقونها على الفقه وعلى الأصول الفقه وعلى سائر العلوم، يعني ما قاله العلماء في. نعم. في علم الحديث من حيث الرواية في الاشتراطات المطلوبة في الراوي الذي يتلقى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يطبقونها على سائر المعاملات مع. نعم. الناس. نعم. وهذا أحد أوجه الخلل يعني. جزاكم. نعم. الله خيرا شيخ سامي. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا نتقدم لكم بجزيل الشكر شيخ سامي الساعدي أمين عام مجلس البحوث والدراسات الجامعية التأهيلية على ما تفضلت به، كما أشكر كل من قام بإخراج هذه الحلقة وبثها على الهواء مباشرة، وشكر موصول إليكم أيها السادة المشاهدين على حسن متابعتكم، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستجيب. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.